لك شو صار في ابو هزاع؟ ليش تاخر؟ والله ما بعرف يعني، لو رايح يجيب الشطرنج من الشام كان رجع. لك اخي ليش الشطرنج؟ خلينا نتساير مع بعض شوي. يا سيدي بنتساير، بس انا ما بيهمني عيش الا حتى اغلبه. يا سيدي ها ليك اجا. شو يا طولت الغيبة ورجعت بالخيبة؟ شو وين الشطرنج؟ لك بلا شطرنج بلا بطيخ مبسمير، أنا وين وأنت وين؟ ليه شو في؟ جايين وراي ثلاث بنات بيطيروا العقل، بياخدوا ضبنات العقل، ملكات جمال مو هيك، عارضة أزياء لا، بيقولوا للقمر قوم لنقعد محلك. شو الحكي؟ وينه؟ ها؟ ليكن إجوا، شوفوا لي هالشوفي مشان الله وقلوا لي إذا كان الحق بإيدي ولا لا. يا سلام فعلا شحو كتير. شو هاد يا لك عم قلك طرمخوني طرمخك. لك يا أرض احفظي ما عليكي. خلاص يا جماعة شو بكم اتاخدتوا؟ خبروا عقلكم شوي. ليش لسه فينا عقل؟ لك مشان الله اسمعوا صوت حكاتهم محلاها بلابل شحرير يقبر عظامي قبر. هلا أنا هاي خيلك وقعتي بالمي. يا الله مين بده يجيب لنا اياها هلا؟ أنا مالي علاقة، عمره ما تنجاب. ولا يهمكن السبايا ولا يهمكن. لحظة محلولة. لحظة اتفضلي يا قطة. يسلموا ايديك عمو. الله يسلمك الله يسلمك. لا عمو انت كنت تشتغل منقذ بزمانك شي؟ لا ما اشتغلت منقذ، بس كنت مساعد بالشرطة ويا ما مارق على هالراس اخطار واهوال. طيب عمو انت مسكت شي حرامي بزمانك؟ حرامي واحد؟ قولي مية ميتين اذا ما كانوا اكتر. وما قوصوا عليك مثل الافلام؟ يقوصوا ليشبعوا. اصلا رصاص الحرامية ما بيخوف. عمو ممكن تاخذ لنا صورة؟ ايه على عيني وراسي، بس بلاها كلمة عمو. يا سلام. شكرا عمو. عفوا بس بلاها كلمة عمو. باي يا شب. الله معكم، مع السلامة يا حبيباتي. الله معكم يا ريم الفلا، يا غزلان البوادي. الله معكم.